20 30 سنه وحاسس انه ما زال مؤقت، ودي حاجه غير عقلانيه، ودي حاجه بصراحه محتاجه تفسير. الناس لازم تعيد النظره، ازاي واحد اللي هيقعد 3 4 سنين اقول لك اقامه مؤقته، بس اللي قاعد 20 سنه وعمال بيحارب ان يقعد، وبيحارب ان يجيب باسبور، وبيحارب ان يقعد في البلد دي، وبيحاول يدخل ولاده مدارس هنا، بس في نفس الوقت مش عايز ولاده تكون جزء من المدارس. طيب، مش جزء من النظام. انا سبق واستقبلت الاستاذ عطا الله سعيد ايضا من حزب العمال والحزب المنافس لكم في بريطانيا. وايضا عنده، رغم انه يعني حضرتكم في احزاب متقابله، لكن عندكم نفس الهم، وهو دعوه هذه الجاليه العربيه الى الانخراط في هذا المجتمع السياسي البريطاني، وانه كمان يبدو كان في محظورات دينيه، يعني في بعض من يحرم اساسا المشاركه السياسيه في الاحزاب البريطانيه. هل وصلتم في فتره من الفترات الى أن تكونوا أنتم العرب في كافة الأحزاب على تنسيق كامل لمصلحة واحدة هي إشراك العرب، سواء مع هذا الحزب أو ذاك، لكن إشراك العرب؟ هل كان هناك حد أدنى من التنسيق بينكم؟ الحقيقة فيه في تنسيق بيني وبين الأخ عطالة سعيد، إن إحنا نقوم بهذا العمل، وبالفعل إحنا في مرحلة تكوين هذا التجمع، وهو تجمع غير حزبي، لان انا مش بفكر في حزب، لان كل واحد بياخد الحزب اللي هو بيشعر بيرتاح ليه. واحد عايز يكون في حزب المحافظين بيروح حزب المحافظين، انا شخصيا مقتنع بحزب المحافظين، وهكذا. واحد عايز يبقى في حزب الاحرار يبقى حزب الاحرار، بس احنا لازم نندمج، لان احنا مش عارف ليه احنا رابطين نفسنا بسلاسل. احنا رابطين نفسنا بسلاسل، المشكله ان احنا عايشين نفس الطريقه اللي كنا عايشينها بدون ان ندري في البلاد بتاعتنا. طيب، الاتصالات كن هاي اتصالات سطحيه، ام انه في اجتماعات، في لقاءات، في تبادل، يعني تبادل خبره ورأي في هذا الشان؟ في تبادل خبرة. احنا في 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 حاجتين احنا بنتحرك فيهم، في اللي هي العمل العربي والعمل الاسلامي. هو العمل الاسلامي كمان ضعيف، يعني الاسلاميين بس الناس المسلمين مش الاسلاميين، المسلمين بصفة عامة تمثيلهم ضعيف في دولة زي انجلترا وهزيل. وبعدين وزي ما احنا بنشوف على التلفزيون، يعني بيورونا اشياء مقززه، بنتصرف بعض كل منا بيتصرفوا بتصرفات دحله وغير اخلاقيه، وبيتصوروا ان ده دفاع عن الدين، ولا دفاع عن الدين ولا شيء، ولا اعتقد ان هم يفهموا معنى الانسانيه والدين في حد ذاته اللي بيتصرف بهذه التصرفات. فهي دي انا اعتقد اللي هي بين الحزب العمال وحزب المحافظين اللي انا مشترك فيها، وفي جهه تانية في حزب المحافظين بنعملها خاصه بالمسلمين. الحقيقه المسؤول عنها اخ باكستاني فيري انفلوينشال بيتحرك، وانا على الكوميتي. في يعني بالنسبه للحزب، طبعا سالت نفس السؤال للاستاذ عطا الله سعيد بالنسبه لحزب العمال، بالنسبه لحزب المحافظين، انت عضو في هذا الحزب، هذا حزب بريطاني، وانت كمواطن بريطاني تمارس حقك السياسي في الانتماء الى اي حزب، هل تشعر انه حزب المحافظين يحتاج الى اعضاء عرب، يحتاج الى وجود عربي داخله؟ هل هناك حاجه، ام انه يعني اذا كانوا موجودين اهلا وسهلا؟ لا، محتاج. هو الحزب ما بيطلبش حد، لان الواحد اصل هو ده عمل تطوعي الحزب، وليس يعني هي مشكله كمان عند العرب ان هم متصورين بعضهم ان هم يدعوا، ده هم المفروض يعملوا مجهود. انا ما حدش دعاني، انا من 17 سنه اشتركت في حزب المحافظين وعملت مجهود ذهني، مجهود وقت من عيادتي، مجهود مالي، فعمل وبستعد لذلك وبحضر دراسات لذلك. فدي مجهود كبير، مش مجرد انها ان الواحد بس يدخل في مكان ويبقى موجود فيه، ده لازم عشان يتحرك ويغير ويوري الناس افكار الثقافه بتاعته. لو كنت مصري، لو كنت عراقي، لو كنت لبناني، لازم الواحد يكون دارس. وبعدين في حاجه كمان، الشفافيه، لان احنا جايين من خلفيه الشفافيه فيها ضعيفه جدا، ولحد ما تعودنا عليه يعني حصل
يعني ستانتنج للانتليجنس بتاعتنا، ما عادش يعني حصل توقف في الفكر، فبالتالي احنا ما عدناش حتى بنفكر فيه، تعودنا على ان هو الوقوف الفكري. لو انت قريت جورنان وتبص المعلومات مش هتلاقيها معلومات ضحله جدا، تلاقي المواضيع بتطيها، يعني مواضيع يعني مثلا بص على موضوع السفينه اللي غرق فيها 1000 مصري من كام اسبوع، الموضوع تقريبا راح. لا تعرف صاحب السفينه فين، لا تعرف القبطان فين، لا تعرف، الامور اتغطت بمشاكل تانية، مشاكل مختلقه طبعا. ف عشان كده انا بحس ان الوعي السياسي بتاعنا محتاج يعني شويه بولشنج. طيب بالعوده الى الموضوع البريطاني، انا بهمني اعرف كمان الحركه البريطانيه، حركه العرب في بريطانيا. هل كمان لديك شعور انه لو كانوا العرب اكثر نشاطا في الاحزاب السياسيه كان ممكن ذلك يؤثر على القرار البريطاني في شؤون العرب؟ بكثير جدا. هقول لك على حاجه، بص التاريخ، التاريخ لا يكذب. انت لو انت تبص على هيرتزل من مية سنة اللي هو كان فارماسيست، كان صيدلي في مانشستر، تعرف على لورد بالفور اللي هو كان وزير خارجية بريطانيا، ووعد بالفور طلع بعديها. فأنا لا أتصور، أنا مش شايف ليه احنا ما نقدرش نعمل كده. أنا مش بقول احنا هنطلع وعد بالفور عكسي، بس هنقدر نأثر على السياسة. مش لازم يعني التأثير على السياسة ده، ممكن خطوة خطوة، تأثير صغير أحسن من عدم والتأثير على الإطلاق. يعني ان احنا نعرف الامبيز، نعرف الوزراء، نعرفهم خارج عن النطاق الرسمي، لان احنا معظم العلاقات فينا هناك رأي يعني بالقول، اول شيء اليهود هن جزء من الثقافة الغربية، فبالتالي منهم اغراب عن هذه الثقافة كما هي ثقافة العرب والمسلمين. ثانيا هناك من يقول لا داعي لخلق لوبيات داخلية، يكفي ان يكون هناك مصلحة، لنفترض مصلحة بريطانية مع دول عربية، السعودية، الكويت، خليج الى اخره، هذا ممكن ان يؤثر على القرار البريطاني اكثر من تأثير لوبي صغير في بريطانيا. ما اعتقدش كده. هقول لك ليه، الشاه كان له تأثير مكان موجود، مجرد ما ضعف كان يسوسف. فالأنظمة العربية أساسا ليست أنظمة تمثل شعبها، وأي زعيم أوروب، أي رئيس وزراء أوروبي أو ملك يعرف ذلك تماما، وبالتالي هو يحافظ على مصالح معينة. يعني معروف ان كان بديفيد اجريمنت، اتفاق كان بديفيد، كان يقول لك بين السادات وبين الحكومه الاسرائيليه، وليس بين الحكومه المصريه وبين الحكومه الاسرائيليه مثلا. يعني قصدي هو طريقه الشخصيه، لان هي الحكومات عايزه كده. الحكومات المشكله بتاعتها انها مش عايزه اي واحد عربي مصري سوري ليبي يبرز، لان هم علشان كده دي مشكله كمان، لان هم بيتتبعوا الناس في الخارج وبيحاولوا يحطموهم. لأن طب هي يمكن أحد سمات المشكلة داخل الجالية العربية. عندك شعور أنه هذه الجالية العربية ليست جالية مستقلة من مواطنين عرب موجودين في بريطانيا، هي جالية تنتمي إلى بلدان عربية وتنتمي إلى مصالح عربية. يعني أشرت منذ قليل أنه هناك من يتتبعك في يعني المصري يتتبع الحكومة المصرية، والليبي تتبع الحكومة الليبي. هل هي سمة عربية فقط أم أن كافة الجاليات لهم علاقة مع دولهم؟ أنا ممكن أدعي أنني عندي علم كثير بهذه الأشياء،